المثال صفحة 24 يطلق كل من الراميين A و B طلقة واحدة على هدف. احتمال إصابة الرامي A للهدف في عنا راميين، مجرد هاي مسألة رمي، مسألة مستقلة عشوائيا جميع أحداثها بتطبقوا العلاقة بدون شروط. واضح؟ مجرد أنت شفت مسألة رمي، يطلق كل من الراميين A و B طلقة واحدة على هدف. احتمال إصابة الرامي A للهدف 6/10، واحتمال إصابة الرامي B للهدف 7/10، والمطلوب ما احتمال أن يصيب الراميين الهدف معا. ركز. 2، ما احتمال أن يصيب أحدهما على الأقل الهدف. 3، ما احتمال عدم إصابة الهدف. 4، ما احتمال أن يصيب أحدهما فقط الهدف. كلمة فقط دخلت على الخط، انتبهوا منها. 5، إذا علمت أن أحدهما على الأقل أصاب الهدف، فما احتمال أن يكون الرامي A فقط هو الذي أصاب الهدف. 6، إذا علمت أن أحدهما على الأقل أصاب الهدف، فما احتمال أن يكون الرامي A بدون فقط هو الذي أصاب. نعم طلاب، عندنا راميين، رامي اسمه A ورامي اسمه B، بدأ يضربوا طلقة واحدة على هدف، صح؟ الرامي الأول بده يضرب، يا ما بده يصيب يا ما راح يصيب. بالمقابل الرامي B بده يرمي يضرب، يا بده يصيب يا ما بده يصيب. هذا النوع من المسائل مثل ما اتفقنا قبل الحل نفرض الأحداث: A، حدث إصابة الرامي A للهدف، احتمال A 6/10، A فتحة، حدث عدم إصابة الرامي A للهدف، احتمال A فتحة 4/10، B حدث إصابة الرامي B للهدف، احتمال B 7/10، B فتحة، حدث عدم إصابة الرامي B للهدف، احتمال B فتحة يساوي 3/10. نعم، الحدث المطلوب الطالب الأول: ما احتمال أن يصيب الراميين الهدف معا؟ طلاب أنا وياكم مع بعض، متى يصيب الراميين الهدف معا؟ نعم، متى يصيب الراميين الهدف معا؟ عندما يصيب الـ A ويصيب الـ B. يصيب الراميين الهدف معا منطقيا، عندما يصيب الـ A ويصيب الـ B، أصاب الـ A وقع A وتقاطع وقع B، يعني احتمال الحدث المطلوب هو A تقاطع B، احتمال الـ A تقاطع B يساوي احتمال الـ A باحتمال الـ B. نعم، احتمال الـ A، هدول الأحداث اللي فرضتهم 6/10، احتمال الـ B 7/10، اضربهم ببعض 42/100. تمام. الطلب الثاني: ما احتمال أن يصيب أحدهما على الأقل؟ طلاب هلا أنا وياكم بدي أتفق على موضوع في مسائل الرمي أو في الاستقلال. كلمة معا تقابل التقاطع، كلمة على الأقل تقابل الاجتماع. ثبتوا لي هالفكرة عندكم: معا تقاطع، على الأقل اجتماع. يصيب أحدهما على الأقل الهدف، يعني يصيب الأول أو يصيب الثاني أو يصيبوا اثنين سوا، مشان ما نوجع راسنا كثير في هالكلام. على الأقل اجتماع، معا تقاطع. يلا لاحظ، احتمال الـ A اجتماع الـ B، قانون احتمال الـ A زائد احتمال الـ B ناقص احتمال A تقاطع B، 6/10 زائد 7/10 ناقص 42/100. 6 بواحد مقامات، 60 زائد 70 130 ناقص 42 88/100. نعم. الطلب الثالث: ما احتمال عدم إصابة الهدف؟ نعم، إمتى الهدف ما بينصاب خالص؟ خلينا نوصفه مع بعض. الطلب الثالث: حدث عدم إصابة الهدف، يعني ما بينصاب ولا بطلقة، عندما لا يصيب الـ A ولا يصيب الـ B. لا يصيب الـ A وقع A فتحة وتقاطع، لا يصيب الـ B وقع B فتحة. إذا لا يصيب الـ A ولا يصيب الـ B، هو A فتحة تقاطع B فتحة. احتمال الـ A فتحة تقاطع B فتحة ماذا يساوي؟ يساوي احتمال الـ A فتحة باحتمال الـ B فتحة. ليش؟ لأن مسائل الرمي مسائل مستقلة عشوائيا. خلص مسائل الرمي بس نكشف التقاطع، قانون التقاطع هو الضرب. نعم،
قانون التقاطع في مسائل الرمي هو الضرب. قانون التقاطع في مسائل الرمي هو ضرب الاحتمالين. شوف احتمال اي فتحة باحتمال بي فتحة، احتمال اي فتحة متمم الاي احتمال بي فتحة متمم البي، من الاحداث اللي فرضتها 4 على 10 ضرب 3 على 10 ويساوي 12 على 100. 4، ما احتمال ان يصيب احدهما فقط الهدف؟ طلب الرابع، ما احتمال ان يصيب احدهما فقط الهدف؟ خلونا نفكر مع بعض. يصيب احدهما فقط، كلمة فقط بدنا ندير بالنا منها. يصيب احدهما فقط امتى؟ يعني لازم الهدف ينصاب بطلقة واحدة فقط، ما بصير ينصاب بتنتين. نعم، ما بصير ينصاب بطلقة واحدة ولا بطلقة. لذلك يصيب احدهما فقط وصفه يصيب الاي و لا يصيب البي، او يصيب البي و لا يصيب الاي، صاب الاي و لا يصيب البي، او صاب البي لا يصيب الاي. لاحظ، صاب الاي وقع الاي، وتقاطع لا يصيب البي وقع بي فتحه، حط لي اياهم بين قوسين، الاو اجتماع صاب البي وقع بي وتقاطع لا يصيب الاي اي فتحه. احتمال الاي تقاطع بي فتحه، اجتماع البي تقاطع اي فتحه، مر معنا قبل الدرسين يمكن. انت بتنظر لهن انه هذا اجتماع، احتمال اجتماع حدثين، هذا كله حدث وهذا حدث. هيك هاي الاجتماع هي العمليه المسيطره، حدث اجتماع حدث، احتمال الاول زائد احتمال الثاني ناقص احتمال التقاطع. هذا تقاطع صفر، اي تقاطع بي فتحه، تقاطع بي تقاطع اي فتحه، الاي تقاطع اي فتحه فاي، والبي تقاطع بي فتحه فاي، فاي تقاطع فاي، فاي احتمال فاي صفر. نعم، احتمال الاي تقاطع بفتحة زائد احتمال بي تقاطع اي فتحة يساوي احتمال الاول باحتمال الثاني، لان مسائل الرمي مستقلة. خلاص انت في مسائل الرمي بس في التقاطع اضرب لي اياهم، معك هالقانون، زائد احتمال البي باحتمال اي فتحة، تعوض احتمال اي 6 على 10 احتمال بي فتحة 3 على 10 من الاحداث اللي فرضتها. شايف عم تفرض احداث هي اساس الشغل، زائد احتمال ب 7 على 10 احتمال اي فتحه 4 على 10 18 على 100 زائد 28 على 100 ويساوي 46 على 100. نعم طلاب، الطلب الخامس قال اذا علمت ان احدهما على الاقل اصاب الهدف، اذا علمت ان احدهما على الاقل اصاب الهدف فما احتمال ان يكون الرامي اي فقط هو الذي أصاب؟ مسألة احتمال شرطي. نعم عادي، احتمال شرطي قبل الاستقلال أمر عادي. نعم، ما في شيء بيخوف. إذا علمت أن أحدهما على الأقل أصاب الهدف فما احتمال يكون رمي فقط هو الذي أصاب؟ شوف الحدث الذي وقع، حدث أحدهما على الأقل أصاب الهدف. أحدهما على الأقل أصاب الهدف هو مين؟ هو أي اجتماع البي. هالحكي صح ولا مو صح؟ شوف الحدث الذي وقع، حدث إصابة أحد الراميين على الأقل هدف، معناته هو الأي اجتماع البي. احتمال الأي اجتماع البي 88 على 100. الحدث المطلوب يا طلاب، فما احتمال أن يكون الرامي أي فقط هو الذي أصاب؟ هو إصابة الرامي أي فقط للهدف. صح؟ بدي أسميه حدث اسمه أي واحد. هذا بيختلف عن الأي. السبب كلمة فقط. الحدث المطلوب هو اي واحد، حدث إصابة الرامي اي فقط للهدف. الاي واحد يعني يصيب الاي ولا يصيب البي، هو الاي تقاطع بفتحة. الاحتمال المطلوب هو احتمال الاي واحد، علما ان اي اجتماع البي قد وقعت. احتمال الاي واحد علما ان اي اجتماع البي قد وقعت يساوي احتمال اي واحد تقاطع الاي اجتماع البي بين قوسين على احتمال الاي اجتماع البي. لازم احسب البسط، احتمال اي واحد تقاطع اي اجتماع البي. خلونا هيك نرسمهم مخطط. هاي مجموعة شاملة نسبيا اوميجا، هذا حدث اي وهذا حدث بي. يا طلاب الاي واحد هو مين؟
الاي واحد يصيب الاي ولا يصيب البي. الاي واحد هو الاي تقاطع بفتحه، يعني اي فرق البي. الاي واحد هو هذا الحدث الملون بالاحمر، الاي واحد هو هذا الملون بالاحمر، هاي المجموعه الملونه بالاحمر، لاحظ. والاي اجتماع البي هو كل هالمجموعتين المظللات. ما بتلاحظ انه اي واحد محتوى في اي اجتماع البي؟ يعني اي واحد بقلب الاي اجتماع البي، تقاطع حدثين واحد بقلب الثاني. ايش بده يكون التقاطع؟ هو الحدث الصغير، حكي صح ولا مو صح؟ منقاطع حدثين واحد بقلب الثاني، التقاطع هو الحدث الصغير. اي واحد تقاطع الاي اجتماع البي هو اي واحد، معناته البسط احتمال الاي واحد تقاطع اي اجتماع البي هو احتمال الاي واحد، معناته احتمال اي واحد علما ان اي اجتماع البي قد وقعت يساوي احتمال الاي واحد على احتمال الاي اجتماع البي. نعم، اي واحد يصيب الاي ولا يصيب البي، الحكي صح ولا مو صح؟ معناته الاي واحد يا طلاب هو الاي تقاطع بفتحه، احتمال الاي واحد احتمال الاي تقاطع بفتحه جدال احتمالين، لان مثال الرمي مثال مستقلي، والذي يساوي احتمال الاي باحتمال البي فتحه 6 على 10 ضرب 3 على 10 ويساوي 18 على 100. وعوض احتمال الاي واحد علما ان اي اجتماع البي قد وقع 18 على 100 على 88 على 100، 100 هون و100 هون راحوا 18 على 88. فهم الطلاب؟ اذا اي واحد تقاطع اي اجتماع البي هو اي واحد. طلب السادس، اذا علمت ان احدهما على الاقل اصاب الهدف فما احتمال يكون الرامي اي هو الذي اصاب؟ بتحسوا مثل الطلب الخامس، فقط شال كلمه فقط. نعم، الحدث الذي وقع اصابه احدهما على الاقل الهدف هو اي اجتماع البي، الحدث المطلوب هو اي، مثل ما احنا حالين. شوف طلب السادس، الحدث الذي وقع هو اي اجتماع البي، احتمال اي اجتماع البي يساوي 88 على 100، الحدث المطلوب هو اي اصابه الرامي اي للهدف الاي شخصيا، هذا يؤدي الاحتمال المطلوب هو احتمال الاي علما ان اي اجتماع البي قد وقع، والذي يساوي احتمال الاي تقاطع اي اجتماع البي على احتمال اي اجتماع البي. بتلاحظ من المخطط اللي انا رسمته ما انك شايف انه الاي محتوات في اي اجتماع البي، يعني اي بقلب الاجتماع، معناته تقاطع الاي مع اي اجتماع البي هو الحدث الجواني اللي هو اي، اذا معناته احتمال الاي تقاطع اي اجتماع البي هو اي، معناته والذي يساوي احتمال الاي على احتمال اي اجتماع البي، والذي يساوي 60 على 100 على 88 على 100، والذي يساوي 60 على 88. نعم طلاب، المسألة ما هي صعبة ولكن طويلة شوي.